الأهلي يكتسح المقاولون برباعية أخرى مقابل هدف واحد ويواصل رباعياته للمباراة الثانية على التوالي. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك يا كابتن. رباعية أخرى. 18 لاعب أساسي. صحيح. الأهلي بيثبت كل يوم إن شكل التدوير اللي عمله الجهاز الفني السنة دي نجح بامتياز. بامتياز. حقيقة يعني. صحيح. لدرجة إنك أنت بتلاعب فخري بكرايت وكريم الدبيس بقى له قد إيه ما لعبش. شوط تاني مختلف تماما. كنا بنتكلم إن مفيش أطراف خالص. الأطراف كلها اشتغلت الشوط التاني. كله اشتغل حتى صحيح. طاهر اشتغل. المكنة طلعت قماش يعني هدفين. طلعت بيض. كل الناس اللي بره لعبت. ما عدا الوجه الجديد يعني محمد زعلوك هتشوفه الفترة الجاية يعني كمان. الحمد لله على كل حاجة كويس. حقيقة شوط مختلف تماما عن الشوط الأول. عن الشوط الأول وده الواضح وده الطبيعي إن كان بيحصل تدوير عندك في الشكل ده وتغيير في الشكل ده في الشكل الأساسي بتاع الفرقة. ف قلنا الاهلي هيبقى متاخر في الدخول وكان ولكن الاهلي لعب بروح الفنيه لاول شوط لمده 20 دقيقه واحرز هدف وكان ليه التحكم في كل شيء الا ان كان رد فعل المقاولين خلاص ما فيش حاجه يبكي عليها ولعب ضربه ثابته كويسه وتعادل بس المقاولين قدم مباراه كويسه جدا النهارده الحقيقه شكلا لكن موضوعا لا بصراحه عملوا كوره وراحوا على الاهلي وعملوا بتاع أربعة خمسة كورنر في ثلاث أربع دقايق كان عندهم الرغبة دايما إن هم يكونوا موجودين ولكن أنت برضو صحوة لعيبتك وواقفين على رجليهم بيمنعوا أي حاجة بتبقى فيها خطورة على الشناوي. الشناوي واضح هو بيلعب النهارده مش يعني في حاجة وواضح في الآخر الشد اللي جاله في فخد من أعلى يعني وإحنا كلنا كنا منتظرين النهارده إن علي لطفي أو شوبير هو اللي هيبتدي يعني. أنا ببارك للنادي الأهلي النهارده من أداء لأداء لأداء زي ما أنت قلت أربع أهداف ثمان أهداف في مباراتين في أربع أيام حاجة قوية جدا بتطمنك على نص ملعب النادي الأهلي واللاين فورورد بتاع النادي الأهلي حتى شريف النهارده مختلف كل ماتش كنا نتكلم ونقول ملاحظات على لعيبة معينة وكان النهارده الشوط الثاني في حالة اختلاف كاملة في حالة أداء كامل شامل روح تانية خالص مفيش ضغوط عليهم أي حاجة حتى كريستو وأنا بتكلم على كريستو لعيب كويس وكل حاجة بس عايز يلعب كتير يعني لازم يلعب كتير جدا ويبقى له التعرف على اللعيبة اللي جنبه التأقلم الشكل عموما يحس ان رجليه دايما جوه الملعب وفرصه جايه جدا الثلاث اربع مرات اللي جايين دول يكون نقدر نستفيد منه بشكل واضح يعني. صحيح. مبروك اللعيبه النهارده مبروك للجهاز الفني وعقبال اللي جاي ان شاء الله. كابتن علاء الف مبروك فوز مستحق وشوط ثاني مختلف تماما عن الشوط الاول. دي حقيقه طبعا الشوط الثاني الموضوع مختلف تماما. النادي الاهلي كان احسن في كل حاجه في انتشار في امتلاك الكوره حتى في التمرير في قله اول التمريرات المقطوعه. على الجانب الاخر مقاولين مع فريق ما فريق متواضع على فكره ما عندوش اي حاجه اعملها في الشوط الثاني واضح دي الفروقات يعني انت بتلاعب النادي الاهلي بتشكيله غريبه باماكن غريبه طب انت عايز ايه ثاني يعني انت فاهمني لكن واضح النادي الاهلي باي تشكيل باي لعيبه بيقدر يفرض اسلوبه بيقدر لعيبه تقول احنا موجودين كل لعيب عايز يثبت نفسه النهارده كان الموضوع مش موضوع كولر او موضوع اكتر ما هو اللعيبه عايز يقول احنا موجودين لدرجه ان طاهر انت لعبت طاهر في الاخر باك رايت صحيح يعني انت بتتكلم في بس انا عايز اقول لك حاجه صحيح يعني تاكيدا لكلامك انت يعني الهيكل الاساسي او القائمه الاساسيه بتاعت التشكيله الاساسيه بتاعك اللي جوه الملعب انت النهارده يمكن خسران اكتر من نصها وما بيلعبوش اكتر من نص الفريق بالزبط. اكتر من نص الفريق بالظبط وحصل كده اكتر من مره مع بعض الفرق والنادي الاهلي هو اللي دايما متفوق نادي الاهلي هو اللي دايما الاكفأ، نادي الاهلي هو اللي دايما بيفوز.
فمعنى كده ان الفوارق الفنيه كبيره جدا 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 بين لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي كلها، وبين الفرق الثانيه. الموضوع ده منتهي تماما، ما فيهوش نقاش. انا بتكلم حتى لو اللعيبه الاساسيين مش موجودين. انا معاك. يعني هو النهارده الفريق ده خامس او السادس؟ ده السابع، كان عنده امل انه يبقى الخامس. كويس. النادي الاهلي بيلعب يعني بتشكيله احنا كلنا يمكن استغربناها تماما، يعني التشكيله اللي لعبنا بيها ما فيهاش غير الشناوي بس، وما قدامهم يعني ديانج لما تلاقيه في الملعب او قفش محمد مجدي، الباقي كله متغير. طب انت مظبوط، طب انت عايز ايه تاني؟ ومع هذا الشوط الثاني انت الاحسن كل حاجه بقى، قيس على كل حاجه. فانت لا، انت الموضوع عندك، انت لعبتك وفريقك وتكوين فرقتك والعقليه بتاعت الفريق بتاعتك وعقليه المدير الفني بتاعتك، انت مختلف تماما عن فرق الدوري العام كلها بدون استثناء، بلا استثناء خالص. لا، النادي الاهلي اي فريق لو غاب منه كل المجموعه دي هيتاثر تاثير مش طبيعي. هيتاثر، ده في فرق بتاثر بلعيب بالظبط، هيتاثر جامد. بس هو ده النادي الاهلي، هو ده قيمه وحجم النادي الاهلي. دايما انا عندي فرقتين ويمكن ثلاثه، وقت ما اغير هو لعيب مكان لعيب او اجيب لعيبه لعبوا في مكان مش مكانه، انا متاكد على يقين تمام ان هو هيأدي اقصى حاجه عنده. وده اللي بيحصل يا ايمن. كولر النهارده لو ما ياخدش المجازفات دي الا لو عارف ان كل واحد هيأدي اقصى حاجه عنده. انا عايز ابقى كويس حتى لو لعبت في مكاني، هأدي واحاول ابقى كويس واقنعك ان انا عايز ابقى موجود في النادي ده، مش عايز ابعد عن فريق النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، الموضوع مش موضوع اسم وبطولات واحتفالات، لا لا لا، الموضوع مختلف تماما. الموضوع ان انت ما بتلعب في مكان، لا انا هأدي. اللي بينزل خمس دقايق بيأدي اقصى حاجه عنده، حتى لو خمس دقايق. انا عايز العب واقول انا كنت موجود في الملعب. لو حد حاسس الشوط الاول ان هو مش كويس، زي مثلا محمد مجدي الشوط الاول وحش قوي، الشوط الثاني مختلف تماما. مزبوط. تمرير كله غلبيته صح، عمل الهدف لمحمد محمد شريق اللي طاهر حاجه، حته يعني تمريره بتاع واحد فعلا. مزبوط. يعني رجليه بيقول لك ميزان ذهب، يعني اللي هي اللمسه مع الاوف سايد مع الجاريه، لا كلها حاجات تحسب محمد مجدي اللي هو الطبيعي بتاعه. فهو ده، دي لعيبه النادي الاهلي. اقدر اغير نفسي، الشوط الاول مش كويس، لكن يعني مع ان اي فريق ايمن في موقف النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي خلاص انا الدوافع مش موجوده، ده من جواك. اي الدوافع مش موجوده، دوري انا واخده الدوري ومباريات، يعني تأدية واجب دي كلمه تقريبا مشطوبه من سجل النادي الاهلي. بس ممكن تكون الدوافع موجوده عند بعض اللعيبه اللي مش بتشارك بصفه مستمره، لكن اللي بيشارك بصفه مستمره عنده نفس الدوافع. يعني بالظبط، عنده يعني بالزبط. ديانج ده اللي خلي ديانج يعمل كده النهارده، ورايح وجاي وهدف ليه مش ليه يعمل كده؟ محمد مجدي، ما انت في يعني في الغالب انت راجل اساسي، ما حسيت نفسك وحش انت عايز ترجع تاني. فحته تاديه واجب دي او وقته بيعدي مش موجوده، لا مش موجوده في لعيبه النادي الاهلي خالص، او مش موجوده في النادي الاهلي. اللي بيقضي واجب ده مش في النادي الاهلي، انت بتيجي النادي الاهلي عشان انت بتادي المهمة اللي انت موجودة عشانها. بغض النظر انت الحمد لله واخد دوري واخد البطولات كلها، ماشي الحمد لله، لكن انت موجود ليه؟ عشان العب، عشان تحت امر المدير الفني لما يقول لي العب في المكان ده انا هلعب واحاول ادي وابقى كويس. انا موجود في النادي الاهلي ليه؟ حتى لو هلعب خمس ست نص ساعة ربع ساعة هقول لكولر ان انا كويس. تواجه. هو ده ايه حاجة برضو ان كولر عنده الثقة في اللعيبة دي. بالظبط. بص يا ايمن، مفيش مدير فني بيعمل تشكيل وتغيير كده غير لما هو متاكد 90% ان هيجيب اسامه عربي في المكان ده، هيلعب في المكان ده، عارف ان اسامه هيأدي، عارف النوعيه بتاعته. هو دارس لعيبه النادي الاهلي كلها، دارسها، عارف النوعيه بتاعت لعيبه النادي الاهلي خلاص. هو بقى عارف ان النادي الاهلي ده من جواه حاجات كلها مش تاديه واجب. انا مش موظف. أيوة. في لعيبه في مصر موظفه، رايح فين؟ رايح النادي، بمضي وبمشي. لا، النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها وظيفه. النادي الاهلي انا جاي ادي شغلي، انا راجل موجود فين؟ انت بتعمل ايه؟ انا لعيب في النادي الاهلي، باجي ادي اللي انا مطلوب مني في كل حاجه، مش في الملعب، مش في التمرين بس، تمرين ملعب في عيشتك في كل حاجه. هو ده، دي نوعيه لعيب النادي الاهلي. عشان كده دايما بنقول كلمه كده وكلنا متفقين عليها، مش اي لعيب بيخش النادي ده، ومش اي لعيب بيكمل في النادي ده. يعني ممكن لعيب كويس ويجي، لكن انت مش عارف تخش جوه المنظور بتاع النادي الاهلي. صحيح. شكرا. انت الخسران. مظبوط. النادي الاهلي بيخسرش، انت الخسران. صحيح. هو لعيب الكوره يا اما تخش في المنظومه دي وتبقى كسبت احلى حاجه في حياتك انك انتميت للنادي الاهلي ده بجماهيره بعراقته ببطولاته،
يا اما اللي انت خسرت كل حاجه انك بعدت عن النادي ده ما قدرتش تخش جوه المنظومه وخسرت كل حاجه كل حاجه صحيح. اللي بيخبص ايمن اللي بيخش جوه النادي الاهلي ده ويخرج منه هو اللي خسران كل تماما حاجة. كل حاجه ويرجع يقول يا لما يبعد بقى ويبص يقول ايه ده انا كنت في مكان صحيح. لا يعني هو في نفس البلد مزبوط. لكن هو مش مكان مش في نفس في مش موجود في مصر صحيح. احنا كلنا موجودين هنا يعني هنا في مصر كلنا انديه في القاهره واسكندريه وهنا وهنا بس الاماكن مش واحده النادي الاهلي مكان لوحده كده تسكت شويه وكل انديه ثانيه في حته ثانيه كله في حته ثانيه اه بتفاوت لكن النادي الاهلي بعيد كل البعد على كل الانديه اللي موجوده في مصر بعيد لا بعيد بعيد في الملعب وبره الملعب ببطولاتك بنظامك بكل حاجه عشان كده اللي حصل النهارده ده مش فريق مخلص بطوله الدوري العام ده فريق انا عايز اكسب عشان اخد البطوله هو ده النادي الاهلي هو ده صحيح هو ده دايما حماسه عايز ابقى مش انا وصلت يعني انا وصلت لحد كده مش موجود يعني في كلام بيقول لك مش موجود انا عايز ابقى كويس انا عايز اكسب انا عايز طول ما انت كلمه انا عايز دي تاكد ان انت هتبقى في مكان تاني خالص صحيح. اوعى في يوم من الايام في النادي ده في النادي الاهلي او عامه وانت بتلعب كوره تقول كده كويس لا لا لا, لا, لا كره القدم عايز دايما تبقى طماع انا عايز اكتر عايز اكتر عايز اكتر وبعدين انت في مكان البيئه اللي حواليك بتحسك على كده انت في النادي الاهلي بتجبرك بطولات عايز تبقى كويس انك انت حضرتك لو مش هيبقى كويس هتبقى وسط الرص في واحد مستني خمس دقايق يقول انا موجود صحيح فاهمني هو ده اللي بيفرق ده اللي بيفرق يا اما في النادي الاهلي هو ده السر ان اللي ناس مش عارفه توصل له واضح ايه ده طب هو النادي الاهلي كده ليه بص النادي الاهلي ازاي عايز يتعلم يعني النادي الاهلي وصل لكده ازاي خد النادي الاهلي كده ادرس النادي الاهلي كويس قوي ادرس العيشه جوه النادي الاهلي كويس قوي ادرس المنظومه كويس قوي ادرس الناس جوه تبقى عامله ازاي ادرس العقليه نفسها تبقى عامله ازاي بغض النظر عن ماتش النهارده انا بس بتكلم بصفه عامه عشان الناس تقول لك ده النادي الاهلي كسب اربعه النهارده وكان ممكن يكسب خمسه وسته وعادي جدا وبيكسب بايه ده بص مين اللي قاعد بره وبص مين مش موجود في الفرقه اساسا وبص التغيير بتاع المراكز انت عايز ايه انت بص يا ايمن كل الحاجات بتقول لك ان النادي الاهلي النهارده ايه ده غير خالص يعني اي فريق تاني لو غاب منه اتنين نجوم يتاثر لو اتغاب منه ثلاثة ممكن يبقى على المحك لو غيرت في طريقه لعبك او في شكل فرقتك انت ممكن تخسر انما النهارده لا الموضوع مختلف جدا النادي الاهلي النهارده بيدي رساله تانية خالص بعيد عن الدوري بعيد عن الارقام بعيد عن كل حاجه النادي الاهلي كل لعيبته نجوم كل لعيبته لما بيقولوا هنلعب لما بحتاجك بلاقيك وبلاقيك دايما تبقى دايما في احسن حال جماهيرك كل لعيبته بتحرج المدير الفني تحرج احلى حاجه في الدنيا دي احلى حاجه للمدير الفني جميل يعني بص دايما انا دايما بشبهها بحاجه مدير فني بيبقى محتار يلعب مين ولا مدير فني صح. مش لاقي حد يلعبه لا طبعا انا محتار العب مين وبعدين وقت ما هلعب حد التاني مش هيتقمص ويتكلم الموضوع ده مش موجود في النادي لا 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 صح واعمل مشاكل ولا لا الموضوع ده بره خالص انت صح. لا انت في حته ليك وعليك تلتزم تبقى في مكان تاني خالص صح. تبعد عن الطريق الصح لا يبقى انت مظبوط بره لا في حاجات مش موجوده فعلا زي ما انت قلت تيجي حتى كوره ان شاء الله هنجيبها بس كوره لمحمد شريف لعبت له كان ممكن يشوط بشماله على طول على الجول اه فهو شاف كهربا بالعرض حب يعملها له بالظبط فما جاتش زي ما هو عايز فجت من فوق الجول فكهربا بص له قال له والله العظيم بلعب حلو هي دي دايما الروح اللي دايما بتفرق حتى مع لعيبه النادي الاهلي سيبك ان روح الفريق كله لكن روح اللعيبه نفسها مع بعض صحيح انا عايزك تبقى كويس على فكره مش يعني ببقى في نفس المكان صح في منافسه بس انا عايزك كويس هي. يعني لما تيجي تلعب وانت هتلعب النهارده لا انا بتمناك تبقى كويس وفعلا من قلبي في حاجات يا ايمن والله بجد في النادي ده لا 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 انت في حته تانية صحيح. خالص 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 صحيح. الف مبروك النهارده الحمد لله الشكل الحلو ظهر بيه لعيبه النادي الاهلي الشكل ككل ككل كده لا رساله جديده النهارده وبطوله محسومه وطبعا بطوله محسومه لكن رساله النهارده صحيح. ان ده لعيب النادي الاهلي اي لعيب النادي الاهلي بيلبس التيشيرت الاحمر ده هو عارف هو لابس ايه بالظبط نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراة ولقاء مع كريستو لاعب النادي الأهلي بجدد التحية بكابتننا الكبير الكابتن أيمن شوقي وكباتن مصر وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان
بيكرر فوزه بعد فوزه على الزمالك باربع اهداف مقابل هدف، بيفوز النهارده على المقاولين بنفس النتيجه 4-1. مباراه كبيره جدا للنادي الاهلي، من ضمن العناصر والامور اللي النادي الاهلي استفاد بيها النهارده واحد من مكاسب اللقاء محمد الضو كريستو، واحد من النجوم المنضم حديثا للنادي الاهلي. كريستو برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراة كبيرة النهاردة يا كريستو، خليني ابارك لك على ادائك، ابارك لك على الفوز النهاردة. مباراة كبيرة وفوز غالي النهاردة، تكرار الفوز على الزمالك باربعة اهداف، النهاردة بتكرر الفوز على المقاولين باربعة اهداف. الحمد لله على المباراة النهاردة. احنا نلعب على شعار النادي بتاعنا، خلاص الحمد لله كسبنا الدوري، بس لازم نكمل الدوري على احسن ما يكون. ان شاء الله هنكمل كل المباريات بربح ان شاء الله. اول مباراه كريستو يبداها من بدايه التشكيل من الدقيقه الاولى، اعتقد مهم جدا ثقه مستر مارسيل كولر. كريستو من بعد ما رجع من مشاركته مع منتخب تونس، المستوى مختلف، الاداء مختلف، اعتقد ده امر مهم جدا بالنسبه لك يا كريستو. طبعا الحمد لله كانت مباراه جيده اليوم، الحمد لله ان شاء الله هنكمل كده وان شاء الله هنربح اكثر بطولات ان شاء الله. اهم التعليمات الفنيه اللي قالها لك النهارده مستر مارسيل كولر قبل المباراه، قعد معاك قال لك ايه، اتكلم معاك قال لك ايه؟ والله زي ما يتكلم معايا لعيب، يعني نفس التعليمات بتاع كل اللعيبه اللي تلعب في 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 يعني استوديو جو في اللعبه نلعبها. الحمد لله طبقنا كل تعليمات بتاع المدرب وكسبنا ان شاء الله. عايز اسال كريستو، انا عارف ان اقرب اللاعبين لكريستو علي معلول، يعني علي بيتكلم معاك ازاي؟ انت عارف قيمه علي، جمهور النادي الاهلي بيتعامل مع علي معلول ازاي؟ قول لي الدور الكبير جدا اللي بيعمله معاك علي معلول. طبعا علي من اول يوم كان معايا، كان في ظهري دايما، ساعدني كتير الحمد لله اللي هو موجود معايا. كريستو جرب الاكلات المصريه ولا لسه يا كريستو؟ طبعا. احب بقى الاكلات اللي انت جربتها المصريه كده، ويعني اديني انت، وانا عارف بعض الاكلات التونسيه، لكن اهم الاكلات المصريه اللي انت جربتها هنا ويعني في مصر. ما جربتش كتير، بس اكلت فول وطعميه وحاجات كده يعني. لا خلاص كده انت خدت الجنسيه المصريه يا كريستو. اللي جاي ايه يا كريستو؟ شايف الدنيا ازاي؟ شايف الامور بالنسبه لك ايه؟ موسم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، بطولات بتحققها مع النادي الاهلي. طبعا الحمد لله عندي 6 شهور من اللي جيت هنا، الحمد لله كسبنا كتير من البطولات وان شاء الله كل سنه كده ان شاء الله. اشكرك يا كريستو، بالتوفيق دايما. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا طبعا مع كريستو، محمد كريستو لاعب فريق النادي الاهلي، فقد واحد من مكاسب اللقاء النهارده للاعب محمد كريستو. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. برضه يا كابتن ايمن، لاعب احمد نبيل كوكا مان اوف ذا ماتش، رجل المباراه كوكا. خلينا ناخد الجائزه الاول يا كوكا. كوكا عايز ابارك لك قبل ما اتكلم على المباراه، ابارك لك على ادائك مع المنتخب المصري الاولمبي والصعود الى باريس 2024، بطوله مهمه جدا وانجاز يحسب ليك كواحد من لاعبي المنتخب الاولمبي. اكيد الحمد لله، دي حاجه كويسه جدا، الاولمبياد دي مش ناس كتير بتروح لها، فاكيد ده كان هدف بالنسبه لنا احنا واللعيبه كلها. فالحمد لله كلنا كنا رجاله من اول ماتش، حتى في اول ماتش كان حصل تعادل والدنيا نزلت شويه، لكن احنا كنا واثقين من نفسنا ولمينا نفسنا بسرعه، والحمد لله قدرنا. بس في النهايه زي ما الناس كلها شافت كده، كان في ظروف مختلفه، بس الحمد لله يعني هدفنا كان نروح اولمبياد باريس وده حققناه يعني الحمد لله. قبل ما اروح للمباراه بقى، وخلاص احنا رحنا للمباراه، كلمني عن جمال الاسيست بتاع الجون الاولاني لديانج. اللمسه الفنيه من كوكا والاسيست، كان يعني كل من في الملعب سقف وحيا كوكا على الباص ده. الحمد لله ده كله في الاول وفي الاخر توفيق ربنا، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ويحاول يساعد الفريق ويحاول يبذل اقصى مجهود. انت بتلعب في النادي الاهلي، فالمفروض ده اللي بيتقدم، ده الطبيعي. اي لعيب في النادي الاهلي بيلعب، ده المفروض ده الطبيعي اللي بيقدمه، مش حاجه مختلفه ولا حاجه جامده يعني. فالحمد لله ده توفيق من ربنا يعني في الاول وفي الاخر. كوكا النهارده مباراه كبيره بتستحق جائزه رجل المباراه، عملت مباراه كبيره. كابتن سيد وانا بتكلمه قال لي واحد من نجوم المباراه النهارده كوكا، اعتقد ثقه الجهاز الفني، ثقه مارسيل كولر في كوكا، اعتقد ده مردودها بجائزه رجل المباراه. الحمد لله زي ما قلت لك، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، ودي بتبقى حاجه بسيطه يعني نقدمها دايما في الملعب. فالحمد لله الواحد دايما بيحاول يموت نفسه ويحاول يكون موجود بشكل كويس لما ياخد فرصه. الحمد لله النهارده الواحد ربنا كرمه يعني الحمد لله. انا عارف تفاصيل خاصه بكوكا في الملعب وبره الملعب، لكن في فرض انا بستغل وجودك النهارده وبستغل جائزتك، ان انا عايز اديله جزء من حقه وهو والدك الحاج نبيل. يعني اعتقد انا من وانت في الناشئ النادي الاهلي ما سابكش في مره، ما سابكش في ماتش، اعتقد النهارده مهم جدا ان احنا نديله جزء من حقه يا كوكا. لا مش جزء لحقه، هياخد كل حاجه يعني. والدي من زمان هو في ظهري دايما، داعم ليا دايما، سند ليا، فبهدي له الجائزه دي، وان شاء الله دايما احاول ابذل اقصى مجهود لي والامي ولعيلتي كلها،
دي اقل حاجه نقدمها ليهم يعني، مش انا بس، لكل الناس. اهم حاجه طبعا عيلتنا، والدي ووالدتي، دول اهم حاجه في الدنيا يعني. بالتوفيق دايما، ومستنيين منك كتير، وجمهور النادي الاهلي مستني منك كتير. شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا طبعا مع احمد نبيل كوكا، لاعب النادي الاهلي ومان اوف ذا ماتش، رجل المباراه. مباراه كبيره ومكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي، اهم المكاسب طبعا حفاظ على الفوز وسلسله النتائج المميزه واكتساب عناصر بتشارك بصفه اساسيه النهارده في ظل الغيابات. مليون مبروك يا كابتن ايمن، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. مباراه بتنتهي، لكن عندنا مباراه قادمه، سواء امام حرس الحدود ومباراه المصري وبيراميدز. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شاوي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه، الف مبروك وتتوالى المكاسب. الحمد لله. الله يبارك فيك يا ايمن. مكسب كبير طبعا بالتشكيل دوت، 4-1. مش مكسب الماتش بس، يعني انا بتكلم على تتوالى المكاسب بصفه عامه. يعني بتكلم بصفه عامه. طبعا مكاسب كتيره كبيره، والثقه خلاص اللي بقت عند الفرقه. خلي بالك، الثقه بتدي راحه في اللعب، وبتدي الامور بتبقى ماشيه يعني. في ثقه الفوز، ولذلك الجهاز الفني برضه. ما طبعا، وللجهاز الفني. أيوة. طبيعه الحال يا ايمن، انا لما بقعد اكسب، وكلنا اشتغلنا في التدريب وعارفين، في فتره لو الدنيا وقفت معاك بتقف وتلطش، وحتى يجي لك تعمل اداء كويس، يجي لك فرص، يجي لك مش عايز تخش. وفي وقت انت وانت طول ما عندك ثقه وبتكسب بتلاقي الامور ماشيه. ولذلك يقول لك المكسب تملي بيجيب مكسب، والثقه بتجيب ثقه. والنادي الاهلي وصل لمرحله الحمد لله بيكسب كل البطولات باداء كويس بنتائج عاليه، فتحس ان الامور اللعيبه عايزه تلعب. واللي ما بيلعبش نفسه يشارك بالظبط، واللي 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 بعيد وعايز ياخد فرصه عايز يقول انا لعيب كويس وعايز استمر في الفرقه. خلي بالك، دي برضو عليها عامل كبير جدا، اللي هو ايه، انت قربت من نهايه السنه، نهايه الموسم مظبوط، وفي اللعيبه عارفه انه في انتقالات، تقييم، وفي تقييم، وفي ناس هتمشي، وفي ناس هتقعد، وفي ناس جايه، وفي ناس. فبرضو كل لعيب عايز يثبت ويقول، وخاصه طبعا اكتر اللي هم ما بيلعبوش كتير يعني. عايزين يقولوا لا، انا استحق مكانه في الفرقه، انا ما امشيش مثلا. او لو بيفكروا في حد ممكن الراجل يتعدل تفكيره في في في, في تقييمه لحد. طبعا هي بتبقى بنسبه مش كبيره زي لما بتكون بتأدي طول السنه يعني، ولكنها ممكن بتحصل. فكل ده مخلي الدوافع موجوده، رغم ان انت حسمت الدوري وخدت بطوله افريقيا وحاسم اكتر من بطوله، والفتره دي مفروض ان يبقى فيها فتره راحه، ولكن الدوافع موجوده لاسباب كتيره. في اسباب المنافسه بتاعت اللعيبه كنادي اهلي، وفي منافسه شخصيه اللاعب مع نفسه انه عايز يقول انا استمر، لانهم شافوا ان بعض زمايلهم ابتدوا اتنقلوا لانديه اخرى، وسامعين انه في كلام على بعض اللاعبين اللي هيجوا، سواء كانت اعارات وهترجع، سواء كانت صفقات جديده خالص ما دخلتش النادي الاهلي. فاللعيب برضه بيقعد يراجع نفسه، بيحاسب نفسه، عشان كده بينزل عايز يبذل اقصى جهد. انا قلت لك من بدايه الماتش الحماس هيبقى موجود، انا مش قلقان من الحماس، انا قلقان من الاداء، انه ما يبقاش فيه تجانس. التوليفه ممكن يحصل فيها هزه شويه، وده فعلا حصل الشوط الاولاني. لكن الشوط الثاني الامور اتسهلت اكتر، وبهدف شريف اللي هو 2-1 دي، المقاولين فتح خطوطه اكتر وعايز يهاجم. النادي الاهلي ابتدى لعبته مساحات عندها تتفتح، حركه كتيره ابتدت تحصل من كريستو، اداؤه اتحسن وجهده اتحسن، مجدي قفشه اتحسن، طاهر اتحسن، كل دول، شريف اتحسن. يعني عندك 4-5 لعيبه في الملعب الشوط الاولاني ما كانش ليهم ظهور واضح، الاداء بتاعهم وحماسهم حتى اتحسن كتير وارتفع الشوط الثاني. ايوه صحيح. التغييرات ابتدت من الدقيقه 78، كان ليها تاثير برضو في زياده الحماس، ولكن
الحماس ابتدى من بعد كمان كوره شريف، من بعد ما كوره شريف جت جون ابتدت الامور، اللعيبه بتاخد ثقه في نفسها اكتر، وكميات الجري والحماس تزيد، والمساحات كمان زادت في الملعب، وكان في فرصه واريحيه انك تلعب فيها. المساحات زادت طبيعي الحال، ان كابتن شوقي غريب ابتدى عايز يهاجم قوي عشان يتعادل الاول قبل ما مثلا اذا كان فكر في مكسب اللي بيفتح خطوطه مع قدام النادي الاهلي. طبعا وجبت الهدف الثالث، فالامور سهلت تماما، وكان ممكن تجيب ثالث بعد الرابع كمان لو الرابع ما جاش في الدقيقه 88 قبليها بيرسي تاو جاله انفراد، واكتر من كوره كانت ممكن تيجي من صحيح. المساحات الكتيره اللي اتفتحت. فمبروك النهارده، والشوط الثاني بالذات الفرص استغلت، جبت اربع جبت ثلاث اجوان الشوط الثاني. زي ما قلت لك مستوى اداء بعض اللاعبين ارتفع عن الشوط الاولاني صحيح، فهي في مكاسب كتيره قوي نتمنى ان هي تفضل مستمره ان شاء الله، ان شاء الله عشان بطوله الكاس والسوبر ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال الف مبروك، رباعيات الاهلي وكولر تتوالى المباراه الثانيه على التوالي. الاهلي برضو يعني عايزين شويه رقفه شويه، يعني ليه دايما بنحاول ان احنا ندوس على الجرح بتاع 3 و4 و5، تكسب 4 تكسب بعدها 4 وبعد تكسب 5 بعدها 5 تكسب 3 وبعدين تكسب بعدها 3، يعني رفقا شويه بالناس او رفقا يا كولر شويه ببعض الفرق. يعني اداء رائع جدا، الكباتن اتكلموا كلهم في الاداء بتاع النادي الاهلي. انا شايف ان النقطه الفاصله من وجهه نظري الشخصيه هو عامل اللياقه البدنيه. لعيبه النادي الاهلي كلها واقفه على رجليها. بس خلي بالك في مجموعه منهم، اولا في مجموعه بتلعب لاول مره معاهم. انا عارف انا لسه ما كان لك، بالرغم من ان انت عندك عدد ماشي. اتفضل سوري. عدد كبير يعني نبيل كوكا هل بيلعب؟ لا ده كان نجم الماتش. كريم الدبيس بيلعب؟ لا ما بيلعبش. رامي ربيعه بيلعب طول الوقت؟ خالد عبد الفتاح طول الوقت؟ لا ما بيلعبش. فخري طول الوقت مش في مكان. كريستو هو الوحيد نبيل اللي لعب بطوله كبيره بتاعت افريقيا وكده، هو الوحيد اللي رجله في الملعب. اقصد يعني لا الفتره اللي فاتت دي على طول، لكن انا بتكلم في طول السيزون. لكن واضح ان في شغل بدني يعني ومش بس دول، بقيه اللعيبه. يعني انت النهارده بتتكلم ان النادي الاهلي المفترض انك توصل النهارده تكون تقريبا منهك، ده طبيعي نهايه السيزون. هتكلم حكايه من نص 7 عدينا نص 7 وانت اصلا بادي هناك بادي بدري جدا، فالطبيعي تبقى منهك النهارده. لا اكتر فرقه واقفه على رجليها في مصر كلها هي فرقه النادي الاهلي، فواضح ان في شغل بدني كبير بيتعمل. تمام، شغل علمي يعني، مش عايز اقول بدني انك هتهلك اللعيبه فبالتالي انت بتوصلهم. لا انا اعرف في مدربين مصريين حقيقي، اعرف مدربين بيبتدوا قبل السيزون بشهرين يعني، ويبتدي السيزون بقى على حاجه وبعدين يجي الدور الثاني الاداء ينخفض والفتنس. ده احنا هنجيبها بعد كده بالارقام. طبعا فرق كتير خد بالك، فرق كتير جدا 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 يا كابتن، برغم ان هي ما عندهاش نفس الصعوبات مزبوط. وما عندهاش نفس المشاكل وما عندهاش نفس كميه المباريات اللي بيقابلها لعيبه النادي الاهلي. يعني انت مهما كان يعني ما تيجي تتكلم على السكواد بتاع النادي الاهلي، كام لعيب بيلعب طول الموسم؟ 20 لعيب مثلا، مش ما اعتقدش ممكن يكون اكتر من كده، تقريبا 20 لعيب. تمام، عشان لعيب بيلعبوا تقريبا اكتر من 50 مباراه تقريبا في السيزون. خد بالك بالاضافه لمباريات المنتخب، بالاضافه لمباريات الوديه اللي بتتلعب، يعني اضف يعني انت بتتكلم في كم مباراه هائل في اوقات قليله جدا. يعني انت مر عليك السيزون السنه دي تلعب سبت وثلاث، تلعب حد واربع، وبعدين ترجع تلعب حد تاني، وبعدين يعني تلعب في اوقات مضغوطه. ومع ذلك انت كفرقه واقف على رجلك بشكل كبير جدا 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 جدا. وطالما انت واقف على رجلك بدنيا يبقى اكيد يعني هتقدر يعني تنفذ تعليمات المدير الفني، هتقدر تكتيكيا تكون واقف عليها، هتقدر تبين موهبتك، تمام؟ الفنيات بتاعتك هتقدر تبرزها طول ما انت عندك لياقه بدنيه جيده. الاهلي السنه دي سيزون مفيش اروع من كده الحقيقه. صح. يعني لو جينا نتكلمنا بالارقام بالاحصائيات بكل حاجة، أنت النهاردة أفضل نادي في القارة الإفريقية، مش يعني تكاد تكون أفضل نادي في العالم السنة دي من حيث الأرقام.
انت تقريبا كل البطولات اللي انت دخلتها كسبتها فيما عدا بطوله كاس العالم للانديه اللي احنا خدنا فيها الرابعه، خدت فيها مركز يعني. أي. تمام، ودي بطوله كاس العالم للانديه، بتتكلم في ارقام بقى، لو هنتكلم بفرق الارقام برضو، ما فرق الارقام بيحكم. صحيح طبعا. عشان كده احنا دايما نقول ايه، انت الفاليو بتاع اللعيبه اللي موجوده عندك، انت بتشتري ازاي، بتخطط لشراء اللعيبه ازاي، بتخطط انك تبني فرقه ازاي، فرق اداره عن اداره. انت اداره بتخطط بشكل كويس، بتفهم في الكوره، وده حاجه يعني بنفتقدها كتير جدا جدا في مصر، انك يبقى عندك اداره بتفهم في الكوره. لما تيجي تجيب فلان بامكانيات قليله يقول لك لا ستوب. ما في ادارات بتدعي ان بدون وجودها الفريق ممكن ينهار. وما قيمه الادعاء؟ مش عندك بطولات هي اللي يعني بتحدد اذا كنت انت ادعائك سليم ولا لا؟ أي. اذا كنت انت ماشي بشكل كويس ولا لا؟ أي. ولا اذا كنت انت بتصرف، خد بقى، ما انا ممكن اعمل يا كابتن، انا اصرف 500 مليون بس اخد بطوله. هل ده معناه ان انا كده حققت الانجاز العالمي التاريخي؟ لا. أي. لما اصرف 500 مليون يبقى طبيعي ان انا احقق بطوله واثنين وثلاثه. صحيح. على الاقل. تمام؟ انما انت النهارده هل، وبعدين هل انت بتصرف لسيزون واحد ولا انت بتعمل بلان؟ تمام؟ او بتعمل استراتيجي لثلاث اربع سيزون ورا بعض. السنه دي انا خسرت زي ما انت عملت بالظبط السنه اللي فاتت، انا خلاص انا السنه دي الدوري مش بتاعي. تمام؟ بس هعمل في الترانسفير ماركت الجديد، هجيب واحد اثنين ثلاثة واشتغل على السيزون ده، فبالتالي انا عندي الجولز اللي اشتغل عليه او التارجت اللي بشتغل عليه. تمام، هو ان انا اخد بطولة افريقيا، اخد بطولة الدوري العام السنة الجاية، اخد بطولة كاس مصر، اخد على اكيد انت عايز تاخد كل البطولات، لكن ما بتبقاش السقف بتاع كل البطولات يعني. ما اكيد انت بتحسب حساباتك بتقول انا في خمس بطولات اتليست اخد اربعة او ثلاثة. تمام، لكن انت اخدت كل البطولات عشان انت اشتغلت صح. هي المشكله يا كابتن ايمن او التحدي هنا هو فرق الـ الادارات. تمام، انا بدير ازاي المنظومه بتاعتي، بشتغل عليها باني شكل. تمام، هل انا بشتغل بشكل علمي مظبوط سليم؟ هل انا فاهم في كره القدم؟ تمام، انا ممكن النهارده اعمل نادي الصبح، طب هل انا فاهم مثلا في اداره النادي؟ تمام، او انا ممكن اترشح برئيس نادي. هقول لك على حاجه، اتحاد كره القدم المصري تمام باداره ما اداره، هل انت بتحس بنجاحات؟ قليل لما بتحس بنجاحات، في بعض الفترات بتحس بنجاحات، لكن في اكتر الفترات ما بتحسش بنجاحات. تمام، لان عندنا مشكله في حته الاداره، انك ازاي تدير منظومه كره القدم المصريه. بدليل يعني حد يكلم الاتحاد لا، بدليل انك انت معظم الفرق في الناشئين عندك للاسف الشديد ما فيش حاجه، ما فيش. المنتخب اللي ما تحت المنتخب الاول حقق نتائج، بس مش ده مش عشان انجازات ولا المنتخب الاولمبي، ده عشان انت بتتكلم ان انت دول اوريدي اساسا بيلعبوا في الانديه الكبيره ولاعيبه محترفه ولاعيبه اساسيه في الانديه بتاعتهم، فوصلوا الليفل يكاد يكون محترم في كره القدم، وجابوا مدرب كويس يعني برضو دي اختيار المدير الفني. اختيار المدير الفني اختيار بالظبط. لكن انت بتتكلم على الدوريات بتاعت الناشئين يا كابتن عين، دوريات سيئه جدا، الملاعب سيئه جدا، التحضيرات سيئه جدا، المدربين الارقام زهيده جدا. فازاي هتصنع جيل محترم كبير؟ انت النهارده بقى اصبح عندك، خلينا نتكلم بموضوعيه، اصبح عندك مشكله كبيره جدا في التالنت، اللعيبه اللي عندها موهبه. انت عارف طبعا بلال، انت حاطط ايدك على اهم حاجه، مفيش ملاعب. ايوه مفيش ملاعب، انا بلف الملاعب دي كلها بتفرج، مفيش ملعب بيتعامل عليه البطولة الناشئين والحاجات دي يتلعب عليه كوره. بس هو بلال يلا النادي الاهلي خدت بالك يعني بيجودوا كل يوم في الملعب كويس عشان لما بيجي يستقبل وبيعمل مدرجات دلوقتي يعني بيعمل بنيه تحتيه. أيوة. انما انا بلف المباريات كلها ملعب زي ما بيقول لك بلال حط ايده على اساس أيوة. الادوات اللي بلعب بيها أيوة. اولها الملعب. هو بلال دمر يعني المنظومه ككل. لا انا بتكلم غير والله على فكره الاستاد الوحيد أيوة. اللي عنده ملاعب فرعيه جيده والملعب بتاعه اللي هو الوحيد في مصر اللي يتلعب عليه كوره. ايوه انا مش بدمر ولا حاجه، بس بنحط ايدينا على النقاط السيئه اللي كل الناس عارفاها. خد بالك، وانا مش بقول كلام يعني مختفي او مخفي عن الجميع. بتتكلم عشان كمان احنا عايزين نتكلم بالظبط على انك عايز تحسن المنظومه بتاعتك. يبقى تحط ايدك على ايه بالظبط؟ يبقى تحط ايدك على المشاكل اللي موجوده بالزبط. عندك عشان تقدر تكتشف وتشوف لها حلول. ده بالاضافه الى هل الدوري المصري ده بالبث بتاعه والتصوير بتاعه والقدره، هل ده يعني يعبر عن قيمه الدوري العام المصري؟ انت بتتفرج على انت هات الدوري العام بتاع مين؟ انت زيك زي نيجيريا
زي كونغو. بص البث يا كابتن، التصوير بتاعك مع احترامنا للدول دي برضو خلي بالك يعني. انا بتكلم في الكوره، لا بص في بتكلم في تقنيات كره القدم عشان برضو انا مش بتكلم على دوله فقيره ولا غنيه، انا بتكلم على تقنيات كره القدم. طب التصوير، انت بتتكلم النهارده في لعيبه بارقام خياليه في الدوري المصري صحيح. مش كده ولا ايه؟ انت بتتكلم عن النقل واخراج وتصوير طبعًا كل حاجه طبعًا. هل انت النهارده لما تيجي تتفرج على مثلا على ماتش زي النهارده كده تصوير، وتقلب تجيب الدوري السعودي او الدوري القطري او الدوري الاماراتي او الدوري البحريني او الدوري النيوزيلندي، هتلاقي فرق سنين ضوئيه، مش اختلاف، سنين ضوئيه في التصوير. هل انت ما عندكش الامكانيات؟ هل ما عندكش تجيب كاميرات محترمه؟ هل ما عندكش مخرجين تقدر تدربهم بشكل كويس؟ هل ما عندكش مصورين بشكل كويس؟ هل يعني ايه اللي ناقصك عشان تعمل منظومه كره قدم احترافيه حقيقيه؟ ايه اللي ناقص الدوري المصري؟ هل ناقصها امكانيات؟ دوري بيتباع بالمليارات؟ اعتقد الموضوع صعب جدا. ولكن الغلط في ظل الغلط في الاداره نفسها يا كابتن ايمن. الاداره لو انت مش قادر تجيب موارد فده خطاك برضه. هو اشمعنى النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي بيقدر يجيب موارد؟ ليه؟ فرق إدارة. تعرف تجيب موارد بشكل كويس، السبونسر بيجروا عليك صح. تمام، عشان اسمك، عشان الثبات اللي موجود عندك، عشان انت كواجهة كبيرة جدا 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 جدا، يعني انت نموذج جيد للنجاح في كرة القدم المصرية. النادي الوحيد اللي بتتهافت عليه يعني، لولا مثلا ان في كونفليكت ما بين الشركات وبعضها، ممكن يجي لك 3-4 شركات على فكره يعني بيشتغلوا نفس الشغلانه، بس طبعا الكلام ده ما ينفعش، فاهم قصدي؟ فعشان كده بقول لك انك انت عشان بتدير بشكل جيد يا كابتن ايمن، عشان عندك استابيليتي، عشان عندك منظومه بتشتغل بشكل كويس تمام، عشان كده انت عندك موارد اقتصاديه جيده بالنسبه، ومداخل كبيره جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وبتعرف تسوق لعيبتك، وبتعرف تشتري، وبتعرف تبيع، ما عندكش ازمه تمام، عشان انت عندك بتدير كره القدم بالشكل المظبوط بتاعها. صحيح. طيب كابتن شريف، قلنا مكاسب كتير، انجازات كتير، ولكن البدايه كانت من الموسم الماضي. محطات مهمه في مشوار بطولات النادي الاهلي هذا الموسم، ولكن اهمها من وجهه نظرك؟ العلامه الكامله كابتن ايمن. اهم الانجازات دي كلها طبعا بعد اللي قاله بلال ده كله، اساسها الرياضه، اساسها الاداره سوري، اساسها ازاي انت بتدير النجاحات كلها اللي حصلت السنه دي. احنا بنعمل كنا، انت لو لعبت ماتش سوبر وما كسبتوش، ده ضربات جزاء ساعات، وده في هارد لك وجود لك وكده، انما انت عشان انت ماشي مظبوط، عشان انت ماشي كويس قوي، وعشان انت بتفكر صح، والنهارده لو بتتفرج على مباراه النهارده دي، عشان انت بتركز، عشان انت مركز في الملعب، عشان انت عندك هدف معين بتعمله، ده كل الحاجات اللي انا بقولها لك دي هي اللي بتوصل للنجاحات. كل يوم بتكسب، ما شاء الله بتكسب النهارده، يوم ورا يوم انت بتحقق انجازات وبتحطم ارقام قياسيه، يوم ورا يوم بتروح بتبحث عن شكل جديد وحدث جديد، وتستقطب ناس جديد، والعمليه التسويق اللي كنا لسه بنتكلم عنها، ازاي بتوظف وازاي بتسوق وازاي بتخلي دايما مكانتك في افريقيا وفي العالم كله، ومحافظ على نفسك في كاس العالم للانديه، انت اللي بتروح وانت اللي افريقيا كل الدنيا بقت عندها بعد البطوله اللي فاتت دي. لا الاهلي ده قصه ثانيه، خدوا بالكم، اول ما تلاقوه احساس ثاني، ايوه تعامل ثاني، كسبته تعادلت معاه، رحت الاهلي في النهائي، التوفيق من عدم التوفيق بتاع الاهلي، بيشتغل بمنظومه بنسميه ترمومتر لنفسه ولبلده ولوطنه ولمنتخباته ولكل حاجه. النهارده احنا انا عندي مكاسب النهارده قد كده في مباراه النهارده، بتكلم جد، هنتكلم عنها والله. انا النهارده نبيل كوكا ده النهارده بالنسبه لي شكل تاني خالص، اكتشاف تاني خالص، ايه الهدوء والاداء ده والاحتفاظ بالكوره والشخصيه والقرار، بيفرق عن لعيبه كتير قوي يمكن سابقاه في الفلوس، سابقاه في السمعه، سابقاه في اي حاجه، ولكن هذا الولد يعني داخل جوه الفرقه بقاله سنه دلوقتي وشويه، بيلعب باك ليفت تلاقيه حاضر، انزل هاف ليفت حاضر، انزل النهارده الملعب. لدرجه ان علاء وسام النهارده قال لك ممكن يلعب سنتر باك ورا، ف بقى لعيب بالنسبه لي شامل،
لا مش كلام بس. النهارده بيلعب اسيست لديانج ولا اجمل ولا رؤيه كشف ملعب بقى بيناطح قفشه قفشه غار تاني تايمه يعني ايه الواد الصغنن اللي جاي لنا ده راح تك عامل واحده لطاهر. يعني الناس كلها بتغير مع بعض في النجاح، احنا بنغير من نفسنا في النجاح. النهارده انت رجعت لي بعد بتاع اتكلم مش عارف اقول ايه، هقول نفسك ايه الفوارق والامكانيات شوف لما لعبت النادي الاهلي تمسك الكره بيشوفوا ايه، بيشوفوا ملعب ازاي، شوف ما الفرقه الثانيه بتمسك الكره بيدوروا على ثغره عشان يحدفوها ويعملوا منها هجمه ويعملوا منها خطوره. انت عندك رؤيه ثانيه، تحضير ثاني، كباتن كلهم قال لك الحاله البدنيه، الحاله البدنيه ما شاء الله الله اكبر، مفقوده من سنتين، مفقوده من سنتين ثلاثه على فكره عندنا. احنا اصابات في مستشفيات في كان بسبب ايه بالظبط؟ تتابع المواسم بطولات رحت تعب 11 لعيبه، ناس في المنتخب وناس مش قادره تلاحق البطولات، ولكن التيشيرت هو المسيطر. صح علاء التيشيرت ها طبعا اللي اتكلم علاء، علاء اتكلم بتاع 12 دقيقه كويس، هو بيتكلم معانا دلوقتي واسامه 17 اجتمعنا كلنا على ان روح اللعيبه النادي الاهلي دي حاجه في الدم، عارف بتخش او ما تخش النادي الاهلي يروح مدين لك حقنه صغيره انت ما تاخدش بالك منها. ما معنى تيشيرت النادي الاهلي؟ صحيح لا يخسر لا يتعادل كويس، الناس اللي بتتفرج عليه دي صحيح. لو غضبوا عليك هتبقى ليلتك مش فايته، انت فاهم ازاي؟ هم اللي في ثانيه ممكن يرفعوك لاعلى الدنيا كلها صحيح، وبيفهموا كويس قوي زينا وبيفهموا احسن مننا ويحطوا لك التشكيل ويتكلموا في التشكيل ويقول لك ما نزلش ده ليه وما طلعش ده ليه، عندك شيء متكامل على هدف واحد تيشيرت النادي الاهلي. صحيح. ضفنا على تيشيرت النادي الاهلي بقى واجهات النادي الاهلي، انديه النادي الاهلي، فروع النادي الاهلي، النسر اللي مطوق دلوقتي ومش هي دي كل اللي الكباتن قالوه بيترجم هنا. صحيح. انت ليه بتكسب اربعات لان بتروح على الجون 20 30 مره. وانا قاعد اقول ايه؟ قاعدين اتنين فراوده جنب الاتنين تلاته فراوده اللي عندنا. ليه؟ لان ما حدش هيجيبني تاني خلاص. انا عايز احافظ على النجاح اللي انا فيه ده بصراحه. صعب قوي انك توصل لنجاح، بس الصعب الاكتر ان انا اكمل السنه الجايه بنفس الشكل ده. بتخلص بقى على حاجات كتير قوي، منافسه عايزه تبقى موجوده مش عندنا هنا محليا. عايز تطلع اطلع اتفضل. لا 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 كمل كلامك. انا لسه حته واحده صغيره بس. يعني اللي عايز ينافسني يشوف انا بنتهي منين ويجري ورايا بس كده بس. طيب نروح نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. ساسفنين سانديا موبايل مستني موبايل بس ما تعرفش تحبش تتكلم موبايل شيف شيف يس يس كان يكلوز لايك ها اوكي وي فروين اونز über den Sieg. Wir haben erste Halbzeit haben wir noch ein bisschen gebraucht. Ich bin stolz auf die Spieler, die jetzt auch nicht natürlich regelmäßig oder immer wieder gespielt haben, nicht so viel Einsatzzeit bekommen haben, dass die über 90 Minuten gutes Spiel gemacht haben. Ich bin sehr سعيد جدا بفوز النهارده وباكد ان انا فخور جدا بكل اللعيبه اللي شاركت النهارده بالذات اللعيبه اللي كان بقى فتره مش بتشارك بشكل منتظم وفخور بادائهم النهارده 90 دقيقه اداء مثالي. Und ich freue mich auch für Taher, der ja eigentlich auch mit Hochs und Tiefs, mit Verletzungen, mit sich wieder zurückkämpfen, da zwei Tore erzielt hat und da sich sehr freuen kann über die, über die zweite Halbzeit, wo er da stark zugelegt hat. وسعيد كمان لطاهر، طاهر عدى بحاجات كتير، محن وصعود وهبوط وإصابة ويطلع وينزل، فحارب كتير والنهارده قدر في الشوط الثاني بالذات أدى أداء كويس جدا واتكافئ بأن هو جاب جونين. بس كوتش مبروك النهارده على الفوز. سؤالي اصرارك على الدفع بالعناصر الاساسيه والركائز الاساسيه على طول الرئيس لو خمس لاعبين اساسيين بيشاركوا في المباراه اللي هي يعتبر انها حسم الدوري، هل هو علشان عايز تحقق الفوز الدوري بلا هزيمه
وكمان اعداد لكاس مصر. معلش سؤال، مين اظهرك مين باللعيبه القوام الاساسي عشان بس اللي هم بس تاو بكهرباء الاساسيين اللي بينزلوا هننزل في الاخر بس ماشي. محمد زيدان مع den Stammspieler bzw. heute mit 5 von den Stammspielern dann gespielt, damit sie unbedingt dann eine Meisterschaft holen wollen ohne Niederlage. Und dann habe ich gefragt, welche Stammspieler meinen Sie? Und ich konkret dann weiß, Persi und Karaba. Ja, die Persi und Karaba haben nur 10 Minuten lang gespielt, aber okay, ich übersetze. Ja, ja nein, also wir haben ja eigentlich jetzt die ganze Saison immer wieder mal gewechselt und das hat eigentlich fast jeder Einsatzzeit dann bekommen. Und ja, Stammspieler sind die, die spielen, die zum Spielen kommen. Und eben, es ist nicht so, weil wir so viele Spiele haben, müssen wir natürlich eben auch rotieren. Und das sind eigentlich alle Stammspieler. Ja. Und alle sind die, die dann beginnen auf dem Platz, das sind die, die anfangen und die, die aktuell dann im Stamm sind. Und ja, wir haben nicht jetzt so eine Situation, wo wir sagen, okay, ich habe nur 11, 12 Spieler und die spielen immer und wenn wir dann alles durch haben, dann können die anderen spielen. Nein, ich glaube, wir haben gut rotiert und jeder hat auch Möglichkeiten bekommen, sich zu präsentieren. هو في البدايه انا ما عنديش يعني حاجه اسمها لعيب اساسي. كل اللعيبه اللي شاركت النهارده شاركت قبل كده، كل اللعيبه تقريبا واخده دقايق مشاركه عبر الموسم كله. احنا من اول الموسم واحنا بنحاول ان احنا فكره التدوير ان احنا نعملها ان الكل يشارك، كله رجله في الملعب، كله موجود. ممكن دقايق المشاركه بتزيد او بتقل من بعض اللعيبه، لكن ما فيش لعيب تقريبا ما لعبش معانا من اول الموسم في القائمه كلها. انا بالنسبه لي اللعيب الاساسي هو اللعيب اللي بينزل اساسي يوم الماتش، هو ده تعريف اللعيب الاساسي بالنسبه لي. انا ما عنديش حاجه اسمها لعيب اساسي ولعيب مش اساسي. و عند بس das Punkt ja stolz dass sie das gezeigt haben oder das ja sehr gut. Das ist das erste Mal. فكره التدوير مره ثانيه بيتكلم على فكره التدوير وان احنا كل اللعيبه زي ما حضرتك شاركت، كل اللعيبه بتشارك طول الوقت. انا فخور بفكره التدوير اللي احنا عملناها وان احنا قدرنا ان احنا طول الموسم نحافظ على اللعيبه. ان انا ما عنديش زي ناس ممكن تانيين، عنديش 11 لاعب هم دول اللي بعتمد عليهم اغلب الوقت طول الموسم والباقي بيشارك عدد دقايق قليل. ما عنديش الفكره دي اصلا، كل اللعيبه عندي زي بعض، كل اللعيبه عندي اساسيه. وده انا متهيألي باين لو عملت احصائيه بعدد الدقايق المشاركه بتاع كل لعيبه هتلاقي ان اغلبهم قريبين من بعض، ما فيش حد بعيد قوي عن التاني. الشوط الاولاني واحد مع الاداء ما كانش كويس في اخر ربع ساعه، لكن شفنا ان برضه مستر كولر كان مصمم على نفس المجموعه ويمكن اختلف الاداء في بدايه الشوط الثاني تماما. احنا عايزين نعرف مستر كولر قال لي ايه اللعيبه بين الشوطين خلى الاداء كده اتغير وخلى استمرار المجموعه دي فرق مع الكلام معاه فرق مع الفرقه. عايزين نعرف وقال لهم ايه بين الشوطين. Mit einem Unentschieden 1-1 und Ahli hat dann besonders die letzten 15 Minuten nicht so ganz gut gespielt. In der letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit dachten wir, sie werden dann viel Wechsel machen. Aber sie haben dann keinen Wechsel gemacht und trotzdem dann hat die Leistung hervorragend dann geändert. Direkt mit der zweiten Halbzeit haben die Spieler was ganz anderes gezeigt. Was haben Sie den Spielern dann in der Kabine gesagt, dass sie die gleichen Spieler eine ganz andere Leistung zeigen können in der zweiten Halbzeit? Ja, das zeigt, dass ich mehr Ahnung habe als Sie. Wir sehen, dass ich ein Mudarrib Kutsche Kweiss auch davon habe. Nein, es geht. Nein, klar, ich habe das ein oder andere angesprochen, dass wir. Dass wir schauen müssen, dass unser Gegner natürlich kopfstark ist, dass sie bei den Standards gut sind und wir hatten zu viele. Solche Situationen vor unserem Tor und dass wir da konzentrierter spielen müssen und schneller rauskommen müssen, schneller umschalten, schneller vertikal und einfach auch mit mehr Vertrauen und mit mehr Überzeugung hantieren müssen.
انا قلت لهم اول حاجه دفاعيه ان احنا قاعدين بنخلق على نفسنا ضربات ثابته كتير جدا وكورنر كتير جدا، هم اقوياء فيها لان عندهم اطوال، فكان ده عامل لنا مشاكل. فقلت لهم ان احنا اول حاجه لازم ان احنا نحاول قدر الامكان ما تحسبش علينا اي ضربات ثابته او كورنر في التلت اللي عندنا. والناحيه الثانيه قلت لهم ان احنا عايزين نكون اشرس، عايزين نكون تركيزنا اعلى، عندنا اصرار اكتر من كده ان احنا نكون اسرع بكتير في عمليه التحولات، ونكون عندنا دقه في عمليه التحولات اكتر من كده، وازاي ان احنا نكون اهدى وكوره معانا. وقلت لهم بعض التعليمات اللي نفذوها كويس، فعشان كده كان شكلنا احسن كتير الشوط الثاني. الفتره الاخيره مستر كولر بيتكلم عن ان المسافه بين المباريات والبطولات مش طويله، مفيش مجال للاجازات للعيبه، فهو اتكلم ان هو محتاج ان اللعيبه تاخد وقت راحه اطول. هل ممكن الفتره الجايه مع الاربع مباريات المتبقيه ممكن يعطي بعض الاجازات لبعض اللعيبه؟ الحاجه طيب الحاجه الثانيه، مستر كولر تحديدا بالنسبه لي غير قناعاتي في بعض اللعيبه، بدا يظهر امكانيات بعض اللعيبه بشكل مختلف، منهم قفشه اللي كان في حاله مزاجيه يمكن مش كويسه، مع مستر كولر بدا الشكل متغير، طاهر النهارده بنشوف شريف بدا يعمل يعني مره ثانيه. كيفيه التعامل النفسي واعداد اللاعب انه يكسب الثقه بنفسه مره ثانيه ويعود للظهور بالشكل الايجابي؟ So wir sind zwei Fragen. Die erste Frage dann betrifft zwei Tage. Sie haben dann gesagt, dann, dass Sie intensive Spiele haben, das auch zu Recht. Es gibt sehr viele intensive Spieler begegnen mit Ahli. Und Sie haben auch vorher gesagt, dass die Spieler auch vielleicht Pause brauchen. Überlegen Sie sich dann die nächsten vier Spiele, dann habe ich Ihnen korrigiert, es sind drei Spiele noch, dass Sie plus mit dem Pokal, dass Sie die Spieler Pausen geben, dass Sie vor der Anfang der nächsten Saison, das ist die erste Frage, dann die zweite Frage. Betrifft dann, sie haben meine Meinung über viele Spieler geändert. Es gab dann, ich habe zum Beispiel Afshar war für mich nicht so Afshar, der jetzt spielt, aber wir sehen uns ein ganz anderer Afshar jetzt. Wir sehen einen ganz anderen Tag heute. Oder Sherif kommt auch jetzt zurück. Wie haben Sie es geschafft mit den Spielern dann, dass Sie von den Spielern das Beste rausholen, dass Sie so andere Gesichter zeigen, dann, als wir die kennen? Okay. Eine Seite die freien Tage, Pause, also wir warten noch auf eine Entscheidung, aber es ist absolut notwendig, dass unsere Spieler Urlaub bekommen, weil man auch merkt, sie sind müde im Kopf. Und wir haben heute, konnten uns gut fangen wieder, aber es ist absolut oder dringend notwendig, dass wir Ende Saison, dass wir einen Urlaub brauchen und dass wir das auch bekommen. بالنسبه لنقطه الاجازه احنا مستنيين قرار معين عشان خاطر احنا يعني عايز طبعا لازم اللعيبه تاخد اجازه، اللعيبه في حاله ذهنيه مرهقه جدا بدا يبان عليهم. النهارده بصراحه اللعيبه دست على نفسها واللعيبه كانت بتحاول، لكن ده مرهق جدا للعيبه، واحنا محتاجين الاجازه بشكل عاجل جدا ان احنا ناخد اخر الموسم ناخد اجازه طويله، اجازه سلبيه كامله من الكوره، واحنا بنحارب على ده، بس مستنيين قرار ان شاء الله يساعدنا في ان احنا ناخد ده. Ich muss mit den Spielern, muss ich halt manchmal, wenn, so, wenn wir zu dritt sind oder miteinander sprechen, muss ich manchmal hart sein, muss ich sagen, was nicht gut ist, was sie besser machen müssen, wenn sie spielen wollen, wenn sie mit dabei sind, wenn sie sich weiter verbessern wollen. Und dann liegt es natürlich an den Spielern, das auf den Platz zu bringen, im Training zu zeigen, im Spiel, wenn sie die Möglichkeit haben, auch wenn es vielleicht mal nur fünf Minuten sind, dass ich alles geben muss, und dementsprechend nehme ich das auf, setze es um. Und mir ist natürlich auch klar, dass es nicht jetzt innerhalb von einer Woche passieren kann, wenn einer sich stark verbessern muss, sondern das braucht Wochen oder vielleicht auch Monate. Aber der Spieler hat jedes Mal in jedem Training hat er die Möglichkeit, sich zu verbessern, und das muss den Spielern bewusst sein, und das ist bei vielen ist das bewusst geworden, dass sie auf der einen Seite nicht nur nach vorne Fußball spielen können, dass sie, sondern auch defensiv arbeiten müssen, dass beides zum Fußball gehört. Und wenn man das gut macht und wenn man das richtig macht, okay, bekommt man eine Chance. أحيانا يعني في أسباب كتير أو حاجات كتير بعملها، لكن من الحاجات المهمة اللي عايز أقولها دلوقتي إن إحنا أنا ساعات ببقى برضه بعمل مقابلات مع اللعيبه، بقعد معاهم احنا الثلاثه بنقعد مع بعض، ساعات ببقى قاسي مع اللعيبه، هو احنا الثلاثه عشان انا دايما موجود يعني، فببقى ساعات قاسي مع اللعيب شويه، ببقى بقول له انا عايز ايه بالظبط، ببقى صريح معاه، ببقى واضح، ما بلونش عليه، بقول له كل حاجه بوضوح، انا محتاج منه ايه، وابدا ان انا اشوف هو يوريني ده في ارض الملعب. اللعيب عنده امكانيه ان هو كل يوم في التمرين ان هو يتحسن،
انا كمان عندي قناعه ومصدق ده وببقى قايله للعيبه ان انا عارف ان لما لعيب عايز يتغير كتير قوي او عايز لازم يتطور في نقط كتير ما ينفعش ان انا اطلب منه ان هو في اسبوع يتغير مراحل. الموضوع ده البروسيس ده بياخد وقت، ممكن ياخد اسبوع، ممكن ياخد شهر، ممكن ياخد اسابيع، فلازم ابقى صبران على اللعيب. المهم ان انا اشوف انه بيحاول ان هو يتغير، بيحاول ينفذ ده، وهو عنده كل يوم في التمرين الفرصه انه يتغير يتحسن ويوريني ان هو بيتحسن، وان هو لما ينزل حتى لو نزل خمس دقائق يوريني في الخمس دقائق دول ان هو عنده القابليه وعنده الرغبه والاراده ان هو يعمل اللي انا عايزه منه. كمان في لعيبه كتير كانت فاكره في الاول ان الكوره بس ان انت تلعب لقدام او تلعب واقف قدام بس. لا، انا الكوره بالنسبه لي لازم يكون ليك ادوار دفاعيه وادوار هجوميه، كل اللعيبه بتدافع. فاللعيب لما يبقاش مدرك ده بياخد وقت، فلازم ياخد وقت عشان يدرك ده، واما يبدا يدرك ده هيبدا ياخد فرصه ويبدا يلعب ويبدا ان هو يبقى لعيب بيشارك بصفه اساسيه او بشكل افضل. Ich möchte, bevor wir abschließen, möchte ich dem Chef noch ein Kompliment aussprechen. Er ist extrem diszipliniert, hat Hemd, Krawatte bis oben zu, dickes Jacket und er schwitzt nicht. Also wir machen alle so und also er sitzt ganz ruhig hier. بالعكس بيشكر حضرتك. اولا هو بيقول قبل ما نختم عايز ان انا اشكر حضرتك على هدوءك وصبرك، وبحييك ان انت قادر رغم ان انت لابس شيك جدا ولابس كرافته لغايه فوق وكل ده، لكن ما عرقتش خالص زينا. احنا خلاص بنشر ميه وحضرتك محافظ على ما شاء الله على صحتك وعلى هدوءك واتزانك والشكل الجميل. جانا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. طبعا واضح السعاده على وجه مستر كولر. طبعا من ضمن كلامه سياسه التدوير حققت اهدافها، طبعا اعرب عن سعادته بالفوز النهارده، عن اداء اللعيبه بشكل عام، وقال برضو بالنسبه للاعبين انا ما عنديش لعيب اساسي ولعيب بديل له، كل اللعيبه بالنسبه لي اساسيين وبتادي لما بنحتاجها او بنحطها في التوقيت بتاعها. طيب كابتن علاء، طبعا احنا خلصنا كابتن شريف. كان في حاجه عايز اقولها. لا شريف، خليني اضيف، عايز اضيف حاجه. اتفضل شريف. عايز تضيف حاجه ثانيه؟ اتفضل يا كابتن. طب شكرا. انت ناس تضيف ايه؟ خليك معايا، خليك معايا. هتضيف ايه؟ انا عرضت ان انا اقول حاجه بس. لا خلاص خلاص، احنا رفضنا العرض، العرض مرفوض. يلا ايمن. طب يا كابتن، يعني عايزين تتكلموا وتكلموا. طيب هنتكلم عن ترتيب او جدول الدوري. جدول الدوري طبعا نادي الاهلي في المقدمه 81 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني 70، زمالك في المركز الثالث 59، والمكسب هو كسبان 2-0 لحد دلوقتي يبقى عنده 62 نقطه. الرابع فيوتشر 58، الخامس المصري البورسعيدي 47، ويتبقى له مباراه مع النادي الاهلي. سته السادس امبي عنده 45، المقاولين العرب في المركز السابع 44 نقطه، تامن اتحاد سكندري 43 نقطة، سموحة في المركز التاسع 42، العاشر فاركو 41، وتبقى له مباراة. المقاولين لسه له مباراة. نادي المقاولين انتهت النهارده آخر مباراة ليه. مباراة النهارده. آخر مباراة ليه. المركز ال 11 يعني شوف، نادي الإسماعيلي كسب ماتش ونقله للمركز ال 11 بعد ما كان بيعاني، عنده 40 نقطة. مركز 12 نادي البنك الاهلي 39 نقطة. المركز 13 سيراميكا كليوباترا 37 نقطة، كل دول خلصوا ماتشاتهم. طلائع الجيش في المركز 14 36 نقطة. داخلية اللي اخر مباراة مع اسوان حقق اللي كان عايز يحققه من فترة في مباراة واحدة، المعجزة، 35 نقطة، حقق المكسب في الوقت الضايع. 16 17 18 الأندية اللي هبطت. أسوان 33 نقطة، غزل المحلة 33 نقطة، حرس الحدود 24 نقطة، بس حرس الحدود كان نزل من فترة. ولكن اللي عايز أقوله يا كابتن علاء، اللي عايز أقوله أنا إن بص على أسوان والمحلة بالظبط في الدور الأول، ده اللي أنا كنت عايز أقوله لك. طب كويس. يعني تخيل المحلة. لا بص، لا كابتن شريف انت شوف رقم مهول، شوف رقم غريب جدا. يعني بص الدور الاول المحله، الدور الاول جاب 26 نقطه.
كويس 27 و26 26 نقطة. الدور الثاني بالكامل سبعة نقاط. طيب. و يعني هو بابا فاسيلو مشي، انت جبت اثنين مدربين، عبد الباقي كمل لفتره، وبعدين رضا شحاته، وبعدين جبت خالد عيد اخر مباراتين يعني انه ينقذ الموقف، ولكن طبعا خالد عيد لا يتحمل اي شيء. لا طبعا. ولكن خالص. انا بتكلم على دور كامل 26 اللي يخليك تستنى الدور الثاني كله على المديرين الفنيين وتجيب في الاخر سبع نقاط، يعني حاجه غريبه جدا. هو تفكير غريب برضه. واسوان نفس الحكايه. اسوان هنتكلم مع اسامه فيها، واحنا بنتكلم على بنتكلم على النادي الاهلي وقيمته وقلنا الكلمه كده بسرعه، كان بلال بيتكلم على الاداره. صحيح. هي الاداره عندك ناس بتبص بتقيم، بقى انا استنى كل ده يعني. ده احنا كنا بنتكلم برضو هنا على فكره كلنا، وكان حد عادل موجود، كنا دايما نسيب باثنين. أيوة. المحله واسوان. مظبوط. والبدايه الجامده للمحله. انا اما سالني مين هينزل قلت له اسوان والداخليه. كويس. وانا يعني ببارك لعلاء عبد العال زي ما احنا على فكره احنا زي ما بنتكلم على الفرقتين دول لازم نشيد ونبارك لعلاء عبد العال وفريق الداخليه بصراحه. طبعا. اللي عمله ده يعني لا يقل فرحه وانجاز بالنسبه له هو زي فوز النادي الاهلي بالدوري. صحيح. هو بجد طبعا. عامل انجاز ما حصلش. صحيح. يعني انت الاخر مباراه ايمن انت بتحاول لحد ما ربنا كرمك. كابتن علاء انت عارف عارف الانجاز كمان اتحقق امتى؟ في الوقت بدل الضايع. بالظبط. هو يعني يا سبحان الله، لكن هو هي ناس عايزه. يعني الداخليه كان من بدايه الموسم كان بيعاني. مزبوط. عكس المحله واسوان انت في ارتياحيه تامه. مزبوط. انا فاكر مره في ترتيب دوري كان المحله الثاني تقريبا يا اسامه، كان الثاني. حتى احنا استغربنا هنا قلنا ما شاء الله المحله البداية. في البدايه خالص الثاني والمحله، عشان برضو المحله بتتكلم فريق عريق يا ايمن جامد جدا. طبعًا. اكيد كان نادي جماهيري وليه تاريخ واخدين دوري. انا صراحه زعلت جدا ان نزل واخدين دوري طبعا، وكان عندهم بالظبط حوالي اربع خمس لعيبه منتخب مصر والله اكتر واقولهم في السبعينيات وكده. آه. ايام ما كان الكابتن بيلعب. فانت انت في فرق بتصعب عليك، بس دوم ثمانيه على بالظبط. انت في فرق بتصعب عليك، انت ليه بتستنى كل ده؟ يعني ليه تستنى كل ده لحد ما تبقى في الوضع الخطير ده؟ لكن هي في الاخر ادارات، لكن يعني خلاص اللي حصل حصل، لكن كل بجد كل الاشاده فريق الداخليه بجد على اللي حصل النهارده. ومبروك علاء، مبروك لفرقتك ان انت استنيت في الدوري الممتاز، واكيد انت تستاهل، اكيد تستاهل طبعا. صحيح. كابتن اسامه نفس الكلام يتقال على فريق اسوان. آه. دور اول 22 نقطه، دور الثاني 11 نقطه. بص، اسوان والمحله في بدايه الدوري خالص قبل ما الدوري يبتدي كانوا محطوطين من الفرق اللي هتصارع من اجل البقاء. انا بتكلم قبل ما الدوري يبتدي. ايوه. مع ثلاث اربع فرق تانيين. لما الدوري اشتغل وابتدوا النتائج اللي حققوها في الدور الاولاني كانت تضمن لهم بنسبه تعدي ال 95% انه هيقعدوا في الدوري العام. هو المستغرب جدا بالنسبه للفرقتين دولت، ويمكن علاء اتكلم على المحله، ان انا بجيب دور كامل في 17 لقاء. انت بتتكلم في 51 نقطه، 17 في 3 7 في 21 51 نقطه، 51 صح. خدوا منهم سبع نقاط. تخيل انت المحله لو كسبانه كمان ماتش واحد كانت قعدت 10 بونت بس الدور الثاني. مظبوط. فدي نتائج سلبيه بدرجه غير طبيعيه. اكيد هم جوه المحله بقى عارفين ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل. اولا اربع مدربين اتغيروا. مظبوط. طبعا دي من السلبيات، يعني دي من السلبيات. بس برضو حتى لو اربع مدربين اتغيروا النتائج ما توصلش دور كامل ان يوصلوا للمرحله دي. بس نفس الشيء تعالى الاسوان. ابتدوا كويس قوي، ابتدوا لسه كان مش كويس، بعدين حصل ان الكابتن ربيع مشي، واحنا قلنا ساعتها انه ما خدش فرصه. مظبوط. يعني بعد ثلاث ماتشات جه ايمن عبد الله، يعني ثلاث ماتشات ومشوا، مع ان ممكن الامور تتحسن. مظبوط. جه ايمن عبد الله الرمادي ومشي بشكل كويس قوي الدور الاولاني. صحيح. وكانوا عندهم 22 نقطه برضو من الفرق اللي خلاص ان الناس قالت انه اسوان والمحله بعدوا. صحيح. لان كان في حوالي تسع فرق تقريبا تحتيهم. مظبوط. يعني انت بتتكلم على البنك، بتتكلم على اسماعيلي، سيراميكا، الجيش، الداخليه، طبعا حرس حدود كان من بدري نزل. امبي. وبرده بنشيد بتامر مصطفى طبعًا. امانه طبعًا. لانه الفرقه كانت تحت قوي وقومها لغايه لما وصلوا دلوقتي السادس. مظبوط.
فأسوان برضو من العلامات الاستفهام التراجع ده، انه 11 نقطة الدور الثاني رغم الدور الاولاني 22 نقطة. بعدين حظهم بقى يعني مع سوء اللي حصل في الاخر، اخر ماتشين ما عندهم طلائع الجيش والداخليه، والفرقتين كانوا بيصارعوا على البقاء. صحيح. تخيل انت لو تعادل مع واحد فيهم بس كان فضل في الدوري العام. خلي بالك امبارح لحد الدقيقه 90 او اول امبارح لحد الدقيقه 90 هو متواجد. وقبليها كان مع الجيش برضو، الجيش كسب مظبوط. وبعدين ماتش المحله الاخير رغم ان ليهم كورتين في القائم والعارضه، ولكن ليه سبب التراجع اللي هو الكبير قوي اللي حصل في الدور الثاني ان ياخد 11 نقطه من 51 نقطه؟ فبرضو دي برضو علامه استفهام ما كناش نتمنى. انه طبعا بالتوفيق، وزي ما علاء قال لعلاء عبد العالي انه قعد بالداخليه كان ظروفهم صعبه. صحيح. كل الناس اللي فضلوا في الدوري، ولكن ما كناش نتمنى الاسوان والمحله ينزلوا. صحيح. لانهم ناديين شعبيين وانديه جماهيريه وبتدي حلاوه ورونق. صحيح. للدوري العام. فهارد لك طبعا للفرق اللي نزلت، ومبروك للي قعدوا، ونتمنى موسم ان شاء الله الجاي بقى احسن من كده ان شاء الله. بلال اخيرا وسريعا، ترتيب منطقي؟ هو الدوري العام بشكل يعني بشكل عام وجهه نظري ان هو مش منطقي خالص يعني. خالص. يعني 13 14 فرقه خلي بالك بينافسوا على الهبوط. من الغرايب ان المحله 13 14 فرقه كانت بتنافس على الهبوط. المحله واسوان اللي نزلوا لدوري القسم الثاني كسبوا نادي الزمالك صاحب المركز الثالث. حظه هو ان نادي الزمالك خد الدوري عادي يا كابتن. بقول لك صاحب المركز الثالث. ماشي، ما عادي برضه شغال تمام. لو كان كسبوا النادي الاهلي كان عملوا انجاز. صحيح. لكن هم كسبوا من نادي الزمالك مش انجاز يعني. ناس انديه كتيره كسبت الزمالك السنه دي، 6 7 8 انديه. خلينا في الترتيب المنطقي. خلينا في الترتيب المنطقي. انا بشوف 13 14 فرقه تمام في الدوري العام المصري بينافسوا على الهبوط، دي كارثه 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 طبعا. تمام، لما تبقى قاعد اخر 4 اسابيع من رقم 12 ولا 13 لرقم 18 في الدوري كلهم بينهم وبين بعض نقطه واحده بس هبوطا تمام، مش مثلا مش الاول عنده 50 والتالت عنده 30 فانت بتتكلم في 20 نقطه، انت بتتكلم في اخر 13 بينافسوا على الهبوط. اللي يكسب يطلع فوق، اللي ينزل تحت. ده خلي بالك كمان ده في اتكلمنا على ارقام يا كابتن بلال. لا ده بص يا ايمن بعد اذنك، المقاولين العرب السابع عنده 44 نقطه. اسماعيلي لغايه قبل الماتش قبل الاخير كان بينافس على الهبوط عنده 40 نقطه. ايوه كابتن. يعني السابع عنده 44 واسماعيلي اللي هو كان لسه من طبعا. انا هقول لك حاجه، حرس الحدود اللي نزل كسب اسوان وكسب المحله. صح. خدهم معاه. هو اللي نزل خال. هو اللي نزل، هو كان يعني هو اللي نزل. بص غرائب في لا مش غرائب ولا حاجه، ما هو لما يبقى الدوري بالتصوير ده بالشكل ده والملاعب كده اخد بالك تبقى الفرقه كده. ما انت حد اكيد طب خلينا بقى ايه، ناخد رجل مباراه اليوم نصر عباس. لا هناخد رجل مباراه اليوم يا كابتن شريف. انا الاول مره بتفق مع اللجنه يعني. وانا برضه الحقيقه مش لجنه، هو واحد. هو واحد ليها لجنه مراقب المباراه بس. انا عرفت الموضوع ده، بيكلموه يقولوا له كذا كذا. ادي فلان احنا انت الكلام ده قول يا كابتن شريف. قول يا كابتن شريف مين رجل المباراه من وجهه نظرك؟ بالاخر يعني بيجيبوا لي حاجات غريبه قوي. طب ماشي من الاخر، رجل المباراه كابتن شريف يا عم راقب المباراه ده هو اللي هيقول لك مين احسن لعيب في. والله بيقولوا له كده. لما تبقى انت هناك ان شاء الله. في ناس بيكلموه بس هو يعني بس هو من وجهه نظرك رجل المباراه مين؟ ليه دخلت في كابتن اسامه كده؟ بيقول هو واحد هو واحد مراقب المباراه بينيمني. لا هو الراجل وصلت له المعلومه كده، ما بتكلم بنيه صافيه، انت دخلت فيه جامد وصلت له وده يوصل له معلومه دي. ده كابتني ده نوع من اللي هو يوصل له معلومه دي ويأمن. طيب. عليها رجل مباراه اليوم انا هقول ثلاثه. لا 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 مفيش ثلاثه انت. لا طيب مين رجل مباراه اليوم؟ نبيل كوكا طبعا. الحقيقه انا سعيد بيه جدا من غير اضافات. اعمل شويه من اللي ماشي من غير اضافات. خليك انت لوحدك كابتن. انا هضيف عشان كده رجل مباراه اليوم احمد نبي. احمد نبي طبعا. كابتن اسامه ممكن اقول ثلاثه زي شريف؟ ايوه اتفضل يا كابتن. انت اللي بدعتها اصلا. انا عجبني النهارده ديانج وكوكا، بس هو احمد نبيل كوكا نجم المباراه. صحيح. كابتن بلال اتفق مع الكباتن طبعا، احمد نبيل ويليه اليو ديانج. صحيح، انا برضو اتفق معكم، احمد نبيل كوكا رجل مباراه اليوم. هنروح نشوف كابتن شوقي غريب قال ايه بعد المباراه،
ومن بعده الفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز الحديث عن الحالة التحكيمية كابتن ناصر عباس. أرجوكم انتظرونا. من جديد بجدد التحية بكباتن ناصر، كابتن أيمن شوقي وضيوفي الكرام كابتن علاء وكابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة عرابي، كابتن أحمد بلال. معنا واحد من المدربين اللي يعني له باع طويل في الكرة المصرية، خد الفريق المقاولون العرب من فريق يعني بيصارع على الهبوط الموسم الماضي لفريق بيفنش الدوري في يعني في المركز السابع. مجهود كبير جدا للكابتن شوقي. غريب كابتن شوقي، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. تحياتي للكابتن أيمن شوقي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن أحمد بلال. دور كبير جدا، فريق المقاولين كان بيصارع على الهبوط الموسم الماضي، النهارده بتفنش في المركز السابع، بتدفع بلعيبه ناشئين، عملت طفره في فريق نادي المقاولون العرب، يشكر عليها الكابتن شوقي. يعني بص طبعا سلام طبعا للكابتن ايمن وكل نجوم اللي كباتننا واللي موجودين واولادنا، يعني منهم كباتننا في مصر ومنهم لعيبه اولادنا اللي كانوا موجودين. طبعا وبشكرك ان انا على قناه النادي الاهلي يعني في الوقت ده. الحمد لله يعني انا شايف ان المقاولين احنا مثلا عندنا مشروع في النادي احنا بنعمله. احنا لما جيت مسكت الفريق كان الفريق بقى له 5 مباريات، والخمس مباريات كنا لازم نجيب منهم 13 نقطه عشان نقعد في الدوري. كان عندنا 25 بونت، وصلنا لل 38 بونت، واللي نزل ب 36. يعني لو كنا تعادلنا ماتش كمان كنا ما كناش هنبقى في الدوري خالص، وطلعنا المركز 17 مركز العاشر. وكان عندنا تارجت ان احنا المركز بتاعنا في خلال الدوري ده يكون اعلى من المركز اللي كان موجود، يعني من العاشر اللي احنا فنشنا عليه يكون اعلى منه، وفي نفس التوقيت نعمل احلال وتجديد في التيم، بس نعمل احلال وتجديد بلعيبه صغيره في السن. نجحنا في كده، انا بعتبر ان احنا نجحنا بنسبه 2%، لان في النهايه في منتخب مصر الاولمبي كان عندنا 4 لعيبه بيلعبوا بصفه اساسيه، فالاربعه ما حصلتش دي في تاريخ نادي المقاولين العربي. كان اكتر حاجه كان في المقاولين في المنتخبات الصغيره بيبقى فيه لعيب او بكتير او اتنين، النهارده كان عندك 4، سواء ما بين لعيبه اولاد النادي او لعيبه اعرابي، بس يعني ما كانتش بتلعب، واحنا ادينا لهم الفرصه انهم يشاركوا يلعبوا، لدرجه ان هم لعبوا ماتشات. لما تيجي تشوف الماتشات لعبوها تلاقي لاعب مثلا 30 ماتش في السنه او 28 ماتش وعنده. قدرنا نقدم لعيب، اصغر لعيب لعب في الدوري المصري السنه دي هو مواليد 2006، شارك في مباراه الاسماعيلي وشارك في مباراه الاتحاد وشارك في مباراه ثانيه، يعني شارك في كذا مباراه. احنا بندفع باللعيبه الصغيرين، احنا بنعمل مستقبل لنادي المقاولين. لما تيجي تعمل مستقبل لنادي المقاولين شويه، احنا زي ما تقول احنا من الاسبوع ال 22 واحنا قعدنا في الدوري، برضو اقول للامانه كان من السهل جدا ان انت تاخد مركز اكتر من كده، بس انت عارف برضو اللعيب المصري عنده شويه لما بيحس بالامان ويحس بالاطمئنان بينزل في كتير من ادائه ومستواه واللي بيلعب عليه. يعني زي مثلا ما تشوف الشوط الاولاني تلاقي النتيجه 1-1 وسجال بين الفرقتين وموجودين، الهجمه ده اللي علينا دخل الجول. في الشوط الثاني في اول 5 دقائق يمكن الجول اللي دخل سرع شويه الوتيره بتاع الاعداء. طبعا هنقول ان النادي الاهلي ما كانش بيلعب بتيمه كله كامل، لا هو النادي الاهلي يعني مش انا عايز اقول ان اي حد غاب حد لعب حد عمل، هو النادي الاهلي يعني مش بتكلم على تيم، ده بتكلم على تيم بيلعب بطوله العالم، على تيم بيلعب بطوله افريقيا، على تيم بيلعب في مسابقات كبيره يعني او وعصب المنتخب بيبقى من ضمن اللعيبه دي. ف يعني انا بقول الحمد لله على كل شيء، على ان احنا اكتملنا الموسم مركز 7، انا بعتبره ده حاجه طيبه باذن الله للنادي المقاولين. مستر كولر اشاد بفريق المقاولون العرب وقال في الشوط الاولاني عملوا شوط ممتاز جدا وفرقه منظمه وعندها اجاده في الكرات الثابته. اعتقد دايما الكرات الثابته والشغل ده بيبقى شغل بيحسب للجهاز الفني. بص يعني حضرتك تقول ايه، احنا كنا قبل المباراه كنا رابع خط دفاع موجودين في الدوري، يعني وده شيء كويس. حته الاجاده في الكور دي الحمد لله كلها بالتدريب. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا يمكن تاني او تالت فرقه جايبين اجوان من الكرات العرضيه، يعني حوالي 9 اجوان بالدماغ او 10 اجوان. عندنا مثلا واحد زي جوزيف ده باك اصلا جايب 6 اجوان، عندنا واحد زي جون جايب 9 اجوان واتنين في الكاس جايب 11 جول. يعني الفرقه اتنقلت لحاجه تانية اضافيه، بالرغم ان احنا كل تدعيماتنا كانت بتدعيمات لعيبه صغيره، يعني ما دعمناش لعيبه كبيره خالص. احنا اللي مقيدينهم السنه دي في القايمه بتاعتنا بتاع الدوري 21 لعيب اللي متأيدين، يعني النادي كل نادي بقى له 30 لعيب، انا مقيد 21 لعيب، يعني عندي 9 لعيبه كنت ممكن لسه استعين بيهم لو كنت عايز استعين باللعيبه.
لكن احنا عندنا تارجت وعندنا حاجه وعندنا بنحافظ على مصداقيتنا. يعني احنا مثلا لو اتفقنا مع لعيبه على مبالغ ماليه، اتفقنا على لعيبه على حاجه، اتفقنا كده، اللي اتفقنا عليه بيسدد علشان تبقى انت ما عندكش اي مشاكل في الموضوع ده. الحمد لله يعني انا شايف اللعيبه النهارده، حتى انا دخلت اللعيبه وقلت لهم يعني برضه انت بتلعب مع بطل الدوري، بتلعب مع فرقه كبيره، النادي الاهلي النهارده غاب عنه خط ظهره بس، لكن اللعيبه كلها لو شفت بين الشوط الثاني والشوط الاولاني كل السكواد لعب بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي برضه نادي كبير، مش بتلعب مع نادي لما يخش فيه جوان والكلام ده وكده تلاقي نادي استسلم او حاجه. ما ينفعش يكون معايا القيمه الكبيره الكابتن شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق. واسالك، شفت موسم النادي الاهلي ازاي النهارده؟ مستر كولر 10 شهور بياخد 5 بطولات، النادي الاهلي بطل افريقيا، شايف النادي الاهلي ومسيرته هذا الموسم ازاي يا كابتن شوقي؟ معلش، انا النادي الاهلي في استقرار اداري واستقرار مالي واستقرار مجلس اداره واستقرار جماهيري. انا بتكلم بصراحه، يعني كل دي اصلا انت لما تيجي تحط عوامل النجاح وتحطها قدامك في بلان هتلاقي عوامل النجاح اللي موجوده، مش عايز اقول 10 من 10، عايز اقول 9 من 10، 8 من 10، موجوده عوامل النجاح، موجوده في كل حاجه، بتساعد اللعيب، بتساعد المدرب، بتساعد كل حاجه. بس الكره المدرب عنده فكره، طغى فكره على اللعيبه اللي موجوده، قدر يوجه لعيبه كتير. يعني ممكن مثلا ايام مستر موسيماني كان في لعيبه من اللعيبه دي ما بتلعبش، ودلوقتي هو خلاص هو عمل سيستم، عمل نظام، عمل شكل. خليني اقول لك ايه، انا يعني نادرا لما اسمع ان في حد بيتخانق، ان في لعيب زعلان انه ما بيلعبش، لعيب ما بيروحش. يعني خليني بقى يعني بصراحه، يعني ده كله كان نتائجه ايه؟ نتائجه الانجازات اللي حصلت للكره المصريه، الفوز ببطوله افريقيا ده مش حاجه سهله، المشاركات في كاس العالم مش حاجه سهله، الفوز ببطولات في الدوري المحلي ممكن نقول الفوز ببطولات بتيجي، لكن الحاجات التانية دي اللي انت بتلعب فيها خارج بلدك وبتمثل فيها خارج بلدك وفي نفس التوقيت انت اكبر داعم للمنتخبات، فدي بيبقى شكل كويس في كل المسابقات وفي كل الفرق. وبرضه زي ما اقول، احنا كنادي المقاولين ممكن كان عندنا 4 في المنتخب الاولمبي بيلعبوا. ما انا في وقت من الاوقات انا كان لما كنت ماسك المنتخب الاولمبي كان عندي حوالي 6 ولا 7، والنادي الاهلي ما قالش لا ما العبش ولا العب ولا اعمل، ولعبوا من ماتشات الدوري لو فاكر السنه دي من غير اي حد، ما كانش عنده مشكله خالص يعني. فده اللي اقدر اقوله لك، يعني انا ببارك لهم على الوضع اللي فيه. طبعا كابتن محمود خطيب طبعا على رئاسه النادي وادارته للنادي، وطالما بتبقى في عندك حاجه موجوده وسيستم شغال، السيستم خلاص بيشتغل، انت ما بتحتاجش انك تعمل في اي حاجه. مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على الفوز بالبطوله، واتمنى باذن الله يكون في ماتشات جايه زي السوبر الافريقي، حاجه بتضيف للكره المصريه، بطوله السوبر، المباريات الافريقيه بتضيف للكره المصريه، اما الدوري فكل الناس بقى بتشترك في الدوري وبتلعب مع بعض. يعني اتمنى لك كل التوفيق. شكرا كابتن شوقي، يعني بتمنى لك التوفيق باذن الله. خليك، وانا متشكرين للكباتن كلهم الموجودين في السيد، ودول يعني عظام، يعني ادوا للنادي الاهلي وادوا لمصر كتير قوي قوي، يعني متشكرين. كابتن ايمن، كلام مهم خاصه من قيمه كبيره زي الكابتن شوقي غريب، اتكلم على قيمه النادي الاهلي واتكلم على امور كبيره جدا. وجه تحيته طبعا لكباتننا الكبار اللي في الاستوديو. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.